طيب بمناسبة بقى فكرة التعاطف عامة مع المتسولين، في مجموعة طلبة من كلية إعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة قرروا إن هم يرصدوا موضوع متسول التحرش، موضوع التسول بشكل أكبر، وعملوا كمان حملة اسمها لا للتسول. معانا دلوقتي على التليفون ريم ياسر، أحد الطلاب اللي شاركوا في الحملة. ألو. ألو يا ريم، إزيك؟ تمام الحمد لله. يعني احكي لنا بقى كده شوية عن الحملة بتاعتكم، وليه فكرتوا فيها وما رصدتوها، لقيتوا ايه والاعداد قد ايه؟ استفيدي كده معانا. احنا اول حاجة اللي خلينا نفكر فيها اللي هي ظاهرة منتشرة يعني بشكل ملحوظ، وان احنا لازم يعني يبقى الناس يبقى عندها وعي اكتر. وان احنا هي كان في كامبين اتعملت قبل كده، بس هما كانوا بيتارجت المتسولين نفسهم، ان هما بيتكلموا معاهم طب انتوا ليه مش بتشتغلوا، انتوا ليه. احنا الكامبين بتاعتنا ان احنا بنتارجت الناس، انتوا لا يا جماعه لازم تغيروا اسلوبكم، انتوا ما تدوش فلوس، ما تشجعوش، انتوا مش عارفين هما فعلا محتاجين ولا لا. ده حقيقي. بس واحنا زي ما شفنا هي ظاهره موجوده من زمان، يعني وكان افلام وتمثيليات كتير وضحوا ده من زمان، زي فيلم المتسول وفيلم العفاريت بتاع الكتعه ده كل ده من سنين، من زمان، بس احنا دلوقتي بقت كمان ان هو بشكل ملحوظ اكتر بكتير. وكان في احصائيا ان 90% منهم دول عصابات، يا جماعه مش عارفين الولاد اللي معاهم دول هما جايبينهم بيستغلوا عواطفكم بس ان انتوا تديهم فلوس، بس انتوا مش عارفين هم الاطفال دول ولادهم فعلا ولا صح. لا. وكمان الازهر اكدت ان لا دي مش زكاه ولا صدقه، انتوا الزكاه والصدقه ان انتوا تدوها لحد فعلا هو محتاج.